بسم الله، نشوف مع بعض برنامج اسمه كويك بلامينج. البرنامج بتقدر ترسم بيه حاجات الصرف والمية بسهولة جدا، وتشوفها في 3D أو في الايزومتريك أو في البلان زي ما انت عايز. اقول له مثلا عايز الحوض دوت، عايز القعدة ديت، عايز الشاور دوت، تمام. وهبدأ ارسم الدريم بتاعي وليكن بالشكل دوت. القعدة برضه هبدأ ارسمها كده اهوت، وبعد كده هقول له عايز اشوف الشغل في 3D، فهبدأ اشوف الشغل كله في 3D. ممكن لو انت عايز تحط بلان اوتوكاد او تحط صورة او اي حاجة من الحاجات ديت، هتقول له فايل امبورت بلان، وتبدأ تختار الصورة اللي انت هتبدأ تشتغل عليها. لو انت عايز تعمل حصر، هتقول له كرييت بيل اوف ماتيريال، او كرييت استيميت، او هتقول له كرييت بايب كات ليست.